يعني ما زوى أو ما زوية هكذا. ما زوى يعني ما زوى الله، أو زوية لي منها لم يذكر الفاعل، ويسمى هذا ما لم يسمى فاعله. ولا أقول مبني للمجهول لأن الله ليس بمجهول، وإنما أقول هذا إيش؟ مبني لما لم يسمى فاعله. وقد يحذف الفاعل للعلم به، معروف لأن الله عز وجل هو الذي يزوي. ها؟ وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. وحملت الأرض، من حملها؟ لم يذكر للعلم به، لا يذكر للعلم به. وأحيانا يحذف الفاعل للجهل به، يقول قتل فلان ما نعرف من قتله، كسر ما نعرف من كسره، فنقول كذا. وأحيانا لا يذكر الفاعل للستر عليه، ما يريد أن يستر يذكر، فيقال إيش؟ فعل كذا وكذا، حدث كذا وكذا. وأحيانا احتقارا له ما يريد أن يذكر اسمه، وأحيانا لغرض آخر. لكن مثل هذا لا يذكر الفاعل للعلم به. فإما أن يضبط وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها، يعني ما زوى الله لي منها، أو ما زوي لي منها للبناء لما لم يذكر فاعله، هذا المعنى. نعم.